السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نواف الحسين من All About Fitness. طبعا حلقة اليوم راح تتكلم عن نظام التمارين اللي أنا أتبعها حاليا. في أنواع تمارين كثيرة، في أنظمة تمارين كثيرة، في ناس تحب أنها تمرن كل يوم عضلة واحدة، في ناس تحب تمرن كل يوم عضلتين، في ناس تحب تمرن 3 عضلات في اليوم، في ناس تلعب شامل دائما. النظام اللي أنا أتبعه هو 3 أيام: legs push pull. legs push pull هذه إيش معناتها؟ legs اللي تكون تمارين الرجول، push اللي هو أي شيء فيه دفع، أي في عملية فيها دفع، يعني عندك الصدر لأنك قاعد تدف، عندك الأكتاف لأنك قاعد تدف، وعندك الترايسل اللي هي العضلة اللي تحت لأنك قاعد تدف. اليوم اللي بعده يكون البول داي. البول داي هي أي عملية سحب، يعني عندك الظهر، عندك البايسبس، وعندك الأكتاف الجانبية مع الرقبة اللي هي العضلة اللي هنا. نظام التمارين كالتالي: legs push pull، بعدين break، بعدين ترجع legs push pull. هذه تأخذ منك أسبوع كامل. يعني لاحظ في أسبوع كامل أنت مريت على جسمك كامل مرتين. خلنا نقول انك كل يوم تتمرن عضلة واحدة، في الاسبوع كله راح تمر على جسمك مرة واحدة بس. انا عشان كذا حبيت النظام هذا للتمارين. ليش؟ لانه خلال سنة كاملة، زين، لو كل يوم تمرن عضلة واحدة انت راح تمر على جسمك، يعني راح تمرن جسمك كامل من 50 إلى 55 مرة على حسب عدد ايام البريك اللي تاخذها. اذا تسوي legs push pull break legs push pull ولا ما جرى، انت في السنة تمرن جسمك من 90 إلى 95 مرة، يعني ضعف عدد المرات اللي تكون مرنت فيها بهذه الطريقة. فأنا هذا السبب الرئيسي اللي خلاني يعني أركز على هذا النظام، لأن يعني بعد في سبب أنه متى ما كنت مشغول وفات علي يوم ولا فات علي يومين، لو رجعت اتمرن انا امرن 3 عضلات في اليوم مو مرة واحدة. يعني تخيل انك كل يوم تمرن عضلة وفي يوم فجأة كذا ما رحت، واليوم اللي بعده ما رحت، الحين اخترب جدولك، شوف متى بتمرن العضلة اللي تركتها، بعد فترة طويلة. فلكس بوش بول يريحني حتى لو اني سحبت على يوم يومين ثلاثة، يعني اكثر شيء احاول اني اخذ بريك فيه اكثر شيء 3 ايام، يعني من يوم الى 3 ايام على حسب تعب جسمك. وفي حلقة إن شاء الله بنزلها عن يوم البريك هذا، هذا أهم يوم، هذا اليوم اللي سوى فينا مصايب، لأني أول ما بديت كنت متحمس بزيادة وأبي أسوي، لا بصير أحسن واحد وتمرن كل يوم. خطأ إنك تمرن كل يوم، تمرن عدد أيام معينة، تأخذ بريك، ترجع تعيدها مرة ثانية. يوم البريك هذا اليوم اللي جسمك يرجع يبني العضلات هذه نفسها، فأنت لازم تأخذ بريك. ختام هذه الحلقة، أتمنى إنكم استفدتوا. نراكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.